عنده كهف. لا ولا هنادي لك بتاع الحرس. عيني عيني خليك من والله. العنف ده ليه يا اخي؟ انت بتخوفينا بحرس؟ بس يا اخي احنا ما نخاف منه والله، احنا ما عندنا شيء لا يزول في الجامعه. بنعمل اي شيء دار نعمله، ما تقول لي حرس ولا ما تقول لي حرس. فتين. منظر يا اللي ساكت يا تعهد ورفد وزينه جملة شغلنا في كوندي الدراسة احنا والله، لكن خلقكم دي شكيلة خلق اولاد لذينة. تقروا وين يا شباب؟ هندسة. يا هندسة 100% وليدي والله شكيلة. لا احكوا لكن وحا طلع عيوني دخل احدام عديد مش عهد دخلت بنكت ما جايين معانا هنا يا اخويا يا عم ولا واحد ما جايين معانا يزف يعني ان شاء الله حنديهم الناس خمس دقايق الناس دي مرقوا مننا مرقوا ما نحن بنعرف طريقتنا نمرقهم كيف ضربوا انتوا بعد خمس دقايق انا هضربكم ولا ناس هي انا حد واحد عشان هذا ورشت الطوال يا واحد يا زول دخلونا ليه مكتب الحرس سيكك في ميكك بطاقتك في ما بطاقتك خلينا هوي البرنامج دي هذه اتكفت وقبلكم يا شنو كمان المنظر رفت الحصل شنو وعدك حصل شنو يا زول ما يهم فايز السمنك هيا فردو تكس الجامعة كيف يا اخي تكس يا معلم يا اخي انا ما بعرف غيره ست الكل بنستعنا مع بعض والجامعة مع بعض ايامك سايكو بيز الله يخليكم انتوا للرشادي على وين يا حب والله عشان ما بقينا قدر المقام يعني ولا شو ما كنت حاتي معانا قرض في شارع المدارس تمشي تقرب الليل لحد ما قشيت الجامعة نحن ضينا دول اللي علينا سجارة يا اخوة جامعة براهم ولا يهمك يا جامعة بكره بيتخرج بجيل المصطبه هنا زي مزعب ولا شنو يا مزعب حبيب قلبي امين بلغت الليله اول يوم انا في الجامعه ما تلاقيني بس عليك ما زعلانه منك والله العظيم فتشت عليك الجامعه دي وكنت والله حتى مكتب المدير فتشته لكن زي ما عارفه ترى انه ما مش شافه كده خلاص يا سامي
ساي صاحبتي جابت لي شمال مبالغة. قالوا في ثلاثة أولاد شماشة ما خلوا لهم بيت ما شغلوا كرهوا العيشة، لكن الحارس قبض عليهم. أوعى تكون ساري شافتهم. لا 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 ما شافتهم. حكوا لي. لكن أنت مالك قلت كده؟ لا لا يا أخي أنت طبعا. أنا ما ممكن تشوف لا شماشة زي ديل يا أخي، معقول ومع قصاد جوا الجامعة. يخص على شباب يومني، يخص. أبوك جنبي ولا شنو؟ ايوه تصبح على خير يا امنيه. امنيه دي تبع مسام الجامعه ولا شنو؟ ما بيشافوا كده يعني. معلش يا شباب، قصدي في المرة فاتت حاجة إني أتعرف عليكم، بس ما مشكلة، أنا نيازي من عبر وبجر معاكم هي ده. أنا خالد من مدرمان. أنا عطوة من قليبة. سلم من أي دامة حايمة في العاصمة المثلثة، جيب لك حنكة. أما أنا أمين من الملازمين، أهو الغراء وركوب المواصلات والمراسلة، صادبة 2 3 4 5. ها شباب، راكم شنو في الجامعة أول أسبوع ده؟ أنا شخصياً جاي الجامعة دي بس عشان أغني، لكن لحد هسه ما لقيت لا فرقة موسيقية لا كورال ولا عارف محل ناصبونا بيها. أصله يا خالد، نشاط الصغافي ده في الجامعة كله مختلف، وطبعاً بسبب غياب الاتحاد والجمعيات الصغافية. اتحاد شنو يا زول؟ اتحاد الطلاب يا بليد. أسكت يا أسكت. هذا ما دايرينه. لين اتحاد الطلبار. أنت أصلي جنك بنات، لكن بجد كده يا نيازين، أنت الاتحاد ده شنو؟ احنا ساعين السناير بكوركو دارين اتحاد دارين اتحاد. الاتحاد ده مهم طبعا يا خالد. اصل الاتحاد ده دي الحاجه الوحيده اللي بتعبى عليها الطلاب، عشان كده بنتجاوب دايما في عدد. قلت لك عينه تديني طعميه ب 500 دي ماك شايفه؟ مش غير ال 500 دي جيب ماركه عينه. هوي هوي الناس اللي اديتهم ده رجال من لاي؟ الناس اللي اديتهم انت عايز تقلك كان يدير الدكاك بالسكين دي ولا شنو؟ يا زول مالك؟ ده انا يا والله يا ابن الراس انت البوزياز ده مو داري تديني طعميه. كيف يعني؟ والله بقول له اداني ما داري اداني. يا زول اهدا معلش يا تمسح في الشيء يا زول. يا رب والله والله فيش يا خاطرك، والله كان ماك انت كان ممكن بسك ولد حاجه. خلينا بالطعميه ذاته، رحنا عازمك داير بيرتي ولا حطوط؟ حطوط؟ يعني كان بالحر؟ انت هنا اوه يعني هذه هوي الله ما شفنا كذي تقول يعني عربي ساكت ولا كذي؟ والله احنا مثقفين جل الصحافة الا والله ياكل الصحيح ده بناكله. يا زول اكل لك دي؟ راح جريبك بس راح جريبك راح راح. يا اخوانا باقي لكم وشيطة مجيد؟ يا زول جرب مجيد طبعا. والله والله We'll be right back.
يدك كلبوه يا لينا، دي ما فيها هزار يا زول. بالله دي ما بتاعتك يا اخي، والله ماشي معاك باصه. طبعا يا جماعه لو لاحظتوا في المحاضرات احنا اخذنا الشغل النظري بالنسبه للمهندسين. خلينا في اللاب هنحاول نطبق الكلام اللي عرفناه، وهنحاول نوريكم طريقه تطبيقه في الاجهزه وفي الواقع يعني. فاول حاجه هنراجع شويه الارتكاشن اللي اخذناه في المحاضره، ونحاول نتذكر مع بعض الاوامر الاساسيه اللي تعلمناها وطريقه استعمالها عشان ذاك الناس نذكرها. فالناس ما تستوعب الموضوع يعني، هو ابسط من كده. فنحاول نركز، نحاول نركز يا جماعه. وكرر ثاني يا جماعه، نحاول نركز، كلام موجه لاشخاص محدده ومركزه معايا. فنحن لحد هسه يا جماعه ما اضفنا حاجه جديده، ده كله مراجعه لحاجات اصلا اخذتوها عارفينها سلفا. نواصل مع بعض الجلسه اللي حنعمل فيها. تعريف بسيط او ممكن احسن يا مايسه، ليه ما هي المصفوفه المربعه؟ المصفوفه المربعه يا استاذ انا اتفضلت من اهل الاستعراض. لو سمحت اتفضل اطلع برا. كلام ده واضح يا متشعب، اتفضل اطلع برا لو ده الاسلوب انت عاوزه، اتفضل اطلع برا. نواصل مع بعض يا جماعه. شهر كامل صينيه بقد ما محتاج الى غسيل، عليك الله داني مجنون يا اخي. انزل تلاقي نجيكم في بيتكم البعيد ده. اقولها الله انت ماك راجل، حرام ده جوني في البلد الا اطبح لكم 5 ديره. فيوهانا قوم غسل هدومكم، قولوا نمشي نعمل لنا برنامج ظريف كده، نمشي شيء غير هدومكم. معايا نمشي. خلاص تمام. إيه عندهم قروش فايدة يشربوا بيها الشيشة. أنا كان عندي قروش مثيلهم كنت سجلتها. الله يهوي السنة دي، الله إن شاء الله نستر. الكباس الهميم انت ما ماشي؟ لا لا عندي قرايه. حمام الشكي يلا يا ميكا يلا سوي الشكي. زمان ما طلعت وكنت سحر سحر، كنت مسلسل معاه قبل اسبوعين دي. صراحه كنت سحر من عضو يا اخي، جننت انا من سماح من الاداب يا اخي. الشله بتاع النسيزه انت يا عطو يا اخي، ده في دي اصلا ما محترمه يا اخي. البنات دي يا اخي ما عارف رئيس، دي البشر عندهم حاسس ومشاعر. بقول لك يا حبيبي ابوك قلب واسع، بعدين يلا حته الاحاسيس والمشاعر ما جرس. بدك تعلمني انت شنو ساكلي؟ سياسه وجوطه ولبش وازعاج. ممكن يا تشوف لك دام ايام دي كده يا زول، يلي المنظر انا يا عطوه
انا بعمل في الحياه دي ساكن. انا حاسس ان هو يمين مفروض. بعدين احنا عندنا المفروض نعمل حاجه. انا قاعد اشوف والله كده. غاسل يا ما تقول له ما شفت سعيد. فيش نعمل. يا اخي الاستاذ استاذ زفتي ده يا اخي. زول السمين العامل زي مبتل البوتجاز ده. عامل فيها مصاحب رند وعامل فيها باقي ليه بس في العزيزه كده؟ يا اخي ده ما منه خوف. هذا مش حياته ماشي كويس. عارف؟ يا اخي ما كده لكن رند انت ما عارف. رند دي واحده زول راسها خفيف. كلام يوديها وكلام يجيبها. هات بس ربك يستر. ممكن يا اخي لنا 10 يوم احسن اكيد بناكل بوش يا اخي بعد ما فرنت خارج هنا يا اخي اتخارج اهلك عني عينا ماشيت حيلك عينا الدخله دي والله احنا قعدنا فيها لما عيوننا دي تدفنوا من التراب دول والقطن عينا ماشيت حيلك شويه خلاص يا ابو تعديل احنا نتلاقى 12 12 دي ما في سعر عيني لي زي اثنين كده كويسه معاك انا شنو يا اخي اثنين ما في سمح يعني خلاص انا اديك ميزه احنا قبل الساعه 4 4 دي ناجحه معايا عديل شفتي تكون انتهيت من شغلك ده وانا اكون فاضي ما عندي يا اخي جرس شنو انت يا اخي يا اخي معنا ذاتنا قاعدين معاك نفس القعده دي يا اخي وانت يا اخي انت قاعدين غربيين زيك ولا شنو نقعد نستحمل لك وضع زي ده يا اخي انا اخونا نمرق نغير جو شوف لنا ناس شكلها لطيف نمرق من الكتمه دي ذات وشنو لنا برنامج ناكل نمشي ناكل لكن غير البوش ده ان شاء الله نقول ما عندنا قروش ذاته يا اخي بس نمشي ناكل يا اخي نمرق نمرق من هنا نمرق من غير جوله جو في روحنا دي انتوا امشوا لكن غايت انا برجع نيازي الو اهلين رند مساء الخير كيف احوالك تمام الحمد لله والله انا كويس الحمد لله اها قرايتك كيف ليه 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 لا رند اهدي شويه اهدي شويه رند اهدي شويه لا ركز معي واحده واحده ناخذها واحده واحده اي عندك مشكله في مادتي بالضبط كده مادتي انا لا رند حرام عليك لا 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 ان شاء الله ما حيكون في اي مشكله خلاص انا اوريك حاجه عشان اطمني خالص بكره نتلاقى وانا اشرح لك اي حاجه ما فاهمه رايك شنو كلام جميل يلا باي ما شاء الله اخر انبساطه ها ان شاء الله بعد كله يجي فايده امين ما تخليك زول معقد يعني شنو كنت جذابه ويا زول معجبي يعني شنو لو كنت انا جذابه ويا زول معجبي هويا هوي انت قايل في زول غيري كان معبر في شارع المدارس ولا شنو هي وتاني هي سكتني وحفيت وراي لما قلبك انقطع وبعدين من زول ضربك على يدك وبعدين هدي لها عليا اسال عليا كان جاي ولا الثاني منو انا ولا امين انت لاقيه زي يمين لما يجري وراك كده مش طيب تعلم فيني معقول يا رندوب انا بقدر على زعلك يا اخي استاذ خالد عندليب الازمر اهلا عطوه كيف اخو امبارح ما فاتك فاتك عديل شفته اخوك ما مشى عرس وحفله وزاموك حصيلة النهائية 15 رقم تلفون خط جديد ساخن قول والله حزول هذا كلامك طيب ما تدينا معاك نمرة نمرتين اخي تتامر يعني بس كده يا حبيبي لكن اهم نمرة في النمر دي نمرة الغناية حتى دي حنكت معاك يا زول والله يا اخوك ابدا شالك فيها يا زول ضربت لك وانا سوينا زور ور ور عد ما وصلت لك في النهاية انها دايرة ود يطلع معاك في دوتو نظام جدعة جديدة كده والعداد يزيدوا
يا ها كيف معك يا مانجا؟ عطوه انت جنيت ولا شنو؟ انا ما بغني في حفله ولا عرس، ما ببتزل الغنى بتاعي. انا ما بغني الا في كورال الجامعه او فرقه موسيقيه محترمه. يا كورال شنو؟ ثقافه شنو؟ حنان كنزله. عارف يعني شنو حنان كنزله؟ انبقت ام كلثوم. انا في حفله ما بغني. وش يصل من يومك فقر؟ اه يا علي ما قادره ما قادره. مالك يا سالي عم تفرحك كذا؟ بحبه بحبه. مينو ده؟ الود صاحبنا سمين المؤدب ذاك اللي بيتكلم في حفلات النقاش. قصدك نيازي؟ بعدين اسمع اركان نقاش ما حفلات. اركان ولا حفلات، المهم كلها جوطه. اصحابه بيقولوا ليه جيفاره ديل هلوموش. لا لا يا عويره ده لقبه ساير ارجنتيني ولا حاجه كده. تفتكري بحبني؟ ما عارفك لما يحبك انت مالك عويره كده. يا سلام. دي فاره. هي اطلع من الدور ده بطل هدرشه. تركزي معاي وابتصري للدايره. اول حاجه تعرفي بيه، تقربي له، تونسي معاه. أول مناسبة للموضوع ده لازم تكون قريبة. لكن زي شنو؟ أعمل عيد ميلادك مثلا. لكن أنا my birthday كان قبل 6 months. أختي وأنا أذكر لك منو؟ أنت وشطارتك في العزومة؟ طيب حنعزي أوكي؟ أنا أكلم أمين وهو يكلم سي جوجو. أمين. أمين يا أخبار؟ أخبار؟ والله الحمد لله يا تمام؟ والله تمام تمام. أنت عارف شو؟ يا البحث وكلام زي ده. بس شنو؟ لا ساي بس. إني لك يا عبادي برنامج فلكي عادي كده. ضرب من ضروب الخيال. وين؟ يا اخي البنت اللي اسمها سالي دي الليله عيد ميلادها. سالي؟ سالي منو؟ سالي يا اخي سالي البنت الحنكوشه سالي. اه معلش يا امين يا خافيني ببرنامج ده، عارفني بتاع حركات زي دي ولا حفلات زي دي؟ يا اخي اسمع كلامي اقسم بالله ده برنامج من امه عديل كده عليك الله رحمه. والله انا ما عندي رجل نقاش بعد شويه. بعد الركن نمشي. بس عشان انت بس يا امين. اداك العافيه يا نيزو. يس. Tony, 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 and DJ Quick. You didn't think we could flip it on your ass, huh? Something for the dance floor. In a real way, it's going down like this forever and a day. Now what you hear is not a drag, cause Mr. DJ Quick got a brand new bag. But first I got a bang bang, a boogie for the boogie to the rhythm of the ghetto-y streets. Check it out now. You trying to give me some 8-ball, but no way. I'd rather have a mimosa with Cristal and OJ. Yeah, just a little something bubbly and tingly to have me walking around naked. But wait a sec. The function zone around midnight. Uh-huh. What time is it? Are you inside? Available to come and play. Give me a clue so I don't have to look for you. Come on, let's get down, let's get down, let's get down. Come on, let's get down. It's like action. Come on, let's get down. Come on, let's get down. Now we don't need a club, we can do it at my house. My front door is open, so I'm gonna get busted out. And ladies, if you come, we'll get chosen at the nursery so you can slow on the anniversary. اهلا يا الله، تفضل. عن اذنكم خليكم
مع بعض شويه. Now I'm at the club and I'm off that drug. The one they call me acting, y'all. I'll hump two more. 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 I'm going back to the same spot where I met you on the floor. Now table one, pass my books. Then table two, pass my books. And everybody knows my name. What's up, Sidney? والله لو عارفين الحالة بتطلع كده كان يوم يعمل لنا حفلة. أنا حلوة بفارتي من غير فارتي. كيف ليه؟ ازيك كيف؟ اخبارك؟ عامله كيف؟ تمام حوالك؟ يا مصاري 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 يا انت عارف يا مصاري يا مصاري يا مصاري يا مصاري يا مصاري يا مصاري مخزن السوق كله في مخازنك وراجل بيقول لي عدى بالدبابة بسعر الفلاني. عليك نور، انت اتاريك بتفهمه هي طايره، هيكون عندك مستقبل كويس في التجاره. هتجيني يا خال؟ تجاره تسمع فوق الغلابه؟ اسمح لي، دي جريمه انسانيه. يا ابني جريمه شنو؟ انت مالك متحمس كده، انا بقول لك دي كلها شغاله كده. حتى ولو لازم الانسان يكون عنده ضمير في شغله، ما يهمه الربح بس. شوف يا ولد، انا عايز اقول لك نصيحه. دايما تقوم تشوف مصلحتك دايما وين؟ مثلا في الجامعة تشوف الناس أصحاب النفوس أنت تمشي معاها عشان لما تتخرج تكون واصل الجاهزة. شكرا على النصيحة الجميلة. بعد إذنك. طيب يا فكر في كلامي كويس. تفضلي. امين امين انت امين وعبود دول مشوا وين؟ يا اخوي عبود شنو وامين شنو؟ يا اخوي انت ما شايف جنس الشيكيز هلا في ذا؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. شوف كان اخوك شنو سوريا ولا ما في عشان شنو الزعمو بيوت هاي 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 تريم يا زعمو بدري هاي صامودرا 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 الله يستر الله يمين لك يا عديل الزول الوام ده جاي ما معاك هنا؟ ما كفاك في الجامعة؟
امين امين ده شو مسوي فيه ده؟ انت ما عارفه انه انا بتضايق منه؟ عشان كده انا همشي اقعد معاه. يا سكران رنا راسك خفيف. اسكت يا عطوه. صدق له من جد يا اخي. يلا يا انا. يلا يا زلمه. Thank you.
انا امبارح كلمت مع رندا وفهمت معاها ووريت ان انت ندمان وخليت الشراب والكلام الفارغ ده، وهي مستعده تتقبل اعتذارك خصوصا بعد ما عرفت مشيت لاستاذ عصام وتستاهل اعتذار شديد. هي عرفت منك يعني؟ ايوه بس هو ما كلمها. تفتكر يعني يا زي انها ممكن تتقبل اعتذاري؟ رندا بيت طيبه وزي ممكن خليها تنسى غضبها. يلا يا زول. كل ما اجيك واروح فرحة بعينيك بلوح ليا الحنين ولوح الليالي شوقي الشديد انا نبض الوريد منى اهلا وتحين شنو انه امين ورندا يتفرقوا؟ طبعا عشان مصلحتك يا استاذ. والله انا في رايي انت ما بتعرف غير مصلحة رايك. والله ما بزول بيقدم خدمات مجانا للزاين ده. على العموم خباستك دي استغليها لنا عشان تحل لنا المشكلة دي، او بالاحرى تغلبي لنا المشكلة. نحن عشان نفرتقهم تاني لازم امين يكون في موقف ضعيف، يعني لازم يغلط تاني، لازم تكرهه. لو عليك سهلة انا بتكفل بالمكروه. هتعمل شنو يعني؟ خليها مفاجأة. والله اشتقنا للعربي الوهم ده، تلقاه حاسه طار برا طبه في الغلا. الله يا اخي الحبيب فرق معانا، هو قال جاي 200 ولا قال كم النتيجة طلعت ما بي؟ والله النتيجة ده أنا ملاوز منها عادي، خايف من الريبيت. أخوك زاد وما شغال تمام. إخوانا والله أنا متفائل، والله أنا متفائل، أنا حاسس والله إنه أنا حباصي وشنو؟ بس كده أنتوا قولوا خير. شكرا. رندا بعدين انت لازم تفكري في مستقبلك. كيف يعني؟ يعني ترتبطي بزول جادي بدل امين ده؟ مالو امين صحيح ما زول عرس، لكن بكره نتخرج ونبنى مستقبلنا سوا. يا بنت سيبك من الوهم ده، فاهرين كم سنه هسه عشان تبنوا مستقبلكم؟ بعدين تفتكري امين حيقدر يعيشك في نفس الوضع اللي انت هسه فيه؟ ولا اهلك حيخلوك تستنيه اصلا؟ انا ما حارضى باي زول يقدم لي. تقايل روحك في لندن كلا بطل حركات المسلسلات اللي بتعملي فين؟ بس عمالو استاذ عصام مقروش وبيت وعربية عيلي مزوج، لا سكران لا فقران. هسه الموضوع ده بدري عليهم، خلينا في نتيجة طالعة مكفية. دخلنا يا رفاق،
احنا طلع صوتنا للشارع، دعني المظاهرة. لكن يا جيفارا نحن محتاجين لحشد جماهير كبير. الطلبة حيساندونا، الطلبة حيساندونا، بس التابع تتواصل بكل الجامعة. لكن يا نيازي الأمن والبوليس حيواجهونا بشراسة شديدة. نحن للتحدي مستعدين نجدم أرواحنا في دار القانون العادلة. احنا ما في حاجة غلط، احنا الصح. طلعنا شارع داري الصح. حط النصر يا شباب. حط النصر. يعني انا ربيت دي معقوله، انت تربيت معقوله، لكن الهميم امتحن وينجح وما يمر عشان ما دافع القروش يا طمنطق. فارغ شباب يا صغرنا الاخبار والله. سمعت بيا خبرك انت؟ خبر شنو؟ أمين أنت إكسترنر. ما سمعت كلامي؟ هذا شنو يا أهلي؟ أصلا ما توقعته. جل وقت بتفكري فيه بعقل. تقبلي بعصام المستعد يخطبك الليلة قبل بكرة. حبنا أنا ومين؟ خليه يعيشكم. سيجاء الفقر من الباب هرب الحب من الشباك. بين أخباب بين كل ما هذا يسمع معه. أنت جادة في بتقولي ولا؟ عارفة إنه قرار صعب. عمره الحب ما كان غباء. الغباء انك تصبر، انك تفشل. اخر زول كنت اتوقع من الكلام ده في الزمن. انا واضح من قدامي زول ثاني. كانت ذكريات جميله. روح. امين. وبالتالي عصام الخميس الجاي. انت معزوم. ليوتيل ملك العلم. قدم الكيشة ولا حقو يا فردة، بكرة نخش الجامعة ونفوتك ونخطها لك بالخلف. يا أخي أنا أديكم ميزة. أها أديني. أنتوا سمعتوا الجديدة. أديني. يا أخي قريبك. أها. عندهم 9 مواد، قريبك شهر 10. ولا القنبلة أنتوا ما سمعتوا. يا أخي فجرها يا أخي فجرها. الجماعة ما فكوا لك عكس الهوا والدوخ عشان يسحنوك.
شباب نيازي ده شفتوا وين؟ نيازي ده في المين؟ قالوا في مظاهرات الليل. حقوني تفكفك يا اخي. انا حاجه مبروك ليك كم زعموك يا اخوان انتوا مجانين؟ يا اخوان انتوا الزول ده ما عارفينه متهور؟ ممكن يضيع نفسه؟ يا اخي رحنا نلعبه يا اخي. يا اخي ده شنو التهور اللي انت بتعمل فيه ده يا اخي؟ تهور؟ اطلع في مظاهره تسميها تهور؟ اطالب حقوقي تسميها تهور؟ يا اخي انت انا بعمل كده ليه يا اخي؟ ما خايف عليك انا يا اخي. خايفين على حياتك يا اخي. يا حياتي؟ يا حياتي الطير يا اخي. يا اخي الطير يا اخي اذا في السبيل اني اطالب بحقوقي كلها يا اخي. الحقوق دي ما تهاب يا امين. الحقوق دي بتنتزع. بتنتزع انتزاع يا امين. يا اخي سب انا معاك سب. بس خلي الوقت مغرب، خلي الجو يهدى شويه، نطلع نضرب لناسك دير تليفونات وصل اوديك البيت. انا بمشي معاك. لا 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 انا بس لازم طبعا اصحابي يا امين، لازم طبعا اصحابي. قلت لك بس المغرب نضرب له مسج تليفونات، المغرب انا بطلع معك بنصل البيت حيل بالرجل، ما بخليك تمشي براك. كويس كويس كويس.
ما بحلك. شنو ده؟ الشراب. ما حلاك انت؟ 25 سنة أنا قاعد في المحل ده ما قادر أفارقه. تقول لي اتحليت؟ أنا ما قادر أتحلى. بالمناسبة أنا كنت طالب في الجامعة زيك كده. عرفتني من وين أنا؟ طالب في الجامعة. عرفتك كيف؟ ودي قصتي يا عم أنا. عارف يا أمين؟ قصتي دي نفس قصتك. تقريبا هي ذاتها. أنا اتفصلت من الجامعة. وخلتني حبيبتي عشان المادة. فقدت أعز أصدقائي في أكتوبر 64. عارفه منو يا أمين؟ كان اسمه منو؟ القرش. ده اللي اسمه قاع في الجامعة ده؟ طلقة خسيسة نهاية حياته. لكن كانت بداية لأعظم ثورة في القرن العشرين. عارف أكتر حاجة ندمان عليها؟ إني هربت من الواقع واستسلمت للياس. وهو في النهاية بيجي الشيخ نداية. أنا عازرك يا عمنا. أي زول في محلك ده كان عمل اللي أنت عملته؟ تعذرني كيف يا أخي؟ لو أنا ذاتي ما عازر نفسي. ما تغش نفسك وتلقى لا عذر. وانتبه لنفسك. انت ماشي زي في اول خطوات الضياع. وخلي موت نيازي ثورة زي ما كان موت القرشي ثورة. ما عرفت الضعيف يا امين. بطل اللي بتسوي فيه ده والا حاخس اني خليت وراي اصحاب جبنة. كيف داير منك شنو؟ قافل نفسك في الأوضة دي سنة كاملة وتقول لي داير منك شنو؟ كيف يعني داير منك شنو؟ لازم نرجع للقراية. كلامي ده أنت سامعه ولا ما سامع أنا بقول لك في شنو؟ يا خالد اللي أنت بتعمل فيه ده غلط. إحنا لازم نرجع كلنا. كلنا لازم نرجع أنا وأنت وعطوة والهميم. لازم كلنا نرجع لقرايتنا. ده مستقبلنا يا أخي. قلت شنو؟ زيت؟ زيت؟
ما عجبك؟ انت ما ممكن تتدخل في اي حاجه، الصغيره والكبيره. كوني هذا اللي كنت وينه امبارح دي حاجه بتخصني؟ ايوه بخصك، هسه انا قاعد اسالك. رندا انا حاسس ان احنا متفاهمين، فاحسن تفهميني، لانه بالطريقه دي الموضوع ما في مصلحتك. انت بتهددني؟ افهميها زي ما تفهميها. المهم انا عذرتك. يلا مع السلامه. الله لا سلام. الجميل معلوم الضايق. استاذ زفت ده كره لي حياتي، ما لازم اخليه. بعد ما خطب جاي تخليه؟ ما كله من تحت راسك. اسمعي هنا، انا ما ضربتك على يدك. عايزه تخليه وخليه، وده موضوع بيخصك انت. انا ما عندي اي دخل بيه. زمان ما دخلت في خصوصياتي وخليتيني اسيب امين. حسك عينك تفكري في امين ده تاني؟ ده انذار وتهديد عديل كده. دي انعكاسات المرحله الجايه في الساحه السياسيه. وطبعا يا امين زي ما انت عارف انه السنه دي ما في اي ضمانات، خصوصا انه السياسه في الجامعه بقت متقلبه شديد. مقبول يا سالي، انت انقلبتي 360 درجه، حتى اهتماماتك اتغيرت. ده واجب اي طالب في صرح تعليمي زي ده، لازم يكون عارف هو بسوي في شنو. عن اذنك امشي مكتب الرابطه، عندي حاجه اسويها وبجيك بعد 5 دقائق، وبالمره اجيب لك معي باقي. ها شباب استعدادات كيف؟ تفضل. 5 يوم شنو؟ 5 يوم لهوين. والله كله هين الا الفيزياء دي، بس فضل لي فيها حاجات بسيطه كده وانتهي. وانا قريت عديل، طلت الكيكس عشان اباص. بعدين حميم ده مشكلته شبه محلوله، انه شايف قالوا لجان الاشراف دي زي اللي خفضت لي القروش، وقالوا الاتحاد تم لي باقي القروش كلها، تم لي الاقساط حقته دي. باي كلام كويس يا اخوانا، ده كله كوم، والبت ساري دي كوم تاني. يا اخوانا البت الهبله بتاع الزمان دي بقت بتاع السياسه ونقابات وما تعرف شنو والرابطه. يا اخوانا ده عارف حاجه واحده بس، سر التغيير ده شنو؟ بس دي الحياه ما عارف. موته كان اكبر سبب واكبر دافع لاني اعرف مات ليه. ليه هو امثاله بيتظاهروا ويموتوا عشان حبوبنا. كان لازم امشي في الدرب المشاو وواصل الكام بداو، وكل يوم بيكبر في نظري اكتر. الشهيد نيازي. الو مين معي؟ ما عرفتني. قاهرة الجبابرة صبوح الشحرورة يا اخي، طبعا ما عرفتك. مين معي؟ انا علياء يا مين. اهلا امين. انت ليه ما بتطيقني كده؟ ليه كل ما احاول اقرب منك بتصدني؟ مين انا طول الفترة اللي فاتت دي وانا كل يوم بحاول اقرب منك، لكن انت ما شغال بي. تقربي مني ليه يا اخي؟ انت ما عارفه انه انا اصلا كان بتربطني بيك علاقتي بيرندا، وخلاص هسه علاقتي بيرندا انتهت، فبالتالي علاقتي معك ذاتها انتهت. انت اذا اصلا متصله بي عشان ترجعني لرندا، فيا اخي ده من رابع المستحيلات. انا بحبك يا امين. نعم؟ زي ما سمعتها. انت قايلاني اهبل ولا عوير؟ انا ما كنت عارفك بتملي في راس رندا انها تقتنع باستاذ عصام. وانا اقول انت بتعملي في ده كله لشنو؟ لكن يا استاذه انا يستحيل افكر فيك كصديقه. عارفه ليه؟ ليه؟ لانك انت انسانه ما نظيفه من جوا. انت مشنو؟ انسانه ما نظيفه من جوا.
إلا والله كلامك صح، التكنولوجيا دي والله وعدها المفروض نفتش دي ليه بعد. والله وانا كده اسوي من الخيط انت وين عطوة؟ عطوة؟ عطوة والله من نص الزمن حبيبته وقفاله فوق الباب بس مرقته القاسية قال له دو مشت والله سي كان قرابي قوم كمل كوباية العصير الثانية. اخوانا يا اخوانا علي ضربت عربية مين؟ كيف؟ تمام؟ الحمد لله والله. حصل شو؟ والله يا اخي اهو مشينا ادينا المستشفى اهو دخلوا الحوادث بس في المنعش. بس كيف؟ والله تهجنا مالك معين خاي والله يا اخي اوعى تقول لي في شهر رندا امين أزور ها؟ أنت البيت مش خلاص انتهيت منها؟ ها؟ أنت أزور ماك راجل؟ في شان البنية دي البيت يا أخي راح يلاقي في المستشفى يا أخي في شان رندة تخليها؟ أجينا هوي قوم قوم الزيارة ما قفلت قوم هسه امشي قوم قوم رح يا بس ما عندي يا أخي صل على النبي بمشي بكرة والله أخوي هوي والله ما مش لا بكره اخوي هو ما تبرد بمشي بكره اخوي هو ما تبرد بمشي بكره اخوي لا بمشي بكره راح راح حسي بمشي بكره انا ثاني برجع معك بكره بمشي 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 بكره بمشي بكره خلاص خير خلاص
تسامحيني يا رندا على اللي عملته فيكم ده؟ سامحيني انت يا عرياء الكلام الشيء اللي قلته لك. بعدين يا اخي ما في داعي الحركات دي، يعني انت هترجع الجامعه ثاني وهنشاكل هنرجع مع بعض ثاني، الموضوع حيكون كويس كده يعني. ما قلت لو الله كتب لي عمر ححاول ارجعكم لبعض، وما كتب لي حاولوا ارجعوا لبعض براكم. بناء على قوانين ولوائح جامعة الخرطوم وما ثبت لدينا من لجنة التحقيق بأن المدعو عاصم أحمد علي قد ارتكب جريمة التزوير بحق الطالب أمين حسن عامر، عليه قررنا نحن لجنة المحاسبة الآتي: نمرة 1 فصل الأستاذ عاصم أحمد، نمرة 2 فرمانه من ممارسة المهنة في باقي الجامعات، 3 تثبيت حق الطالب الأكاديمي، وهذا القرار النهائي غير قابل للرجعة. والله يا جماعة المرة دي ما مستحمل النتيجة دي، يا باص يا باص. عايز أقول لكم كلام، السنة دي غادي ما واصل، الله الحواشي جاك زول. أمين النتيجة طلعت. أنا بسيط جيت الأول. عافية منها أم الهمين. خلاص ها هاي بجيكم باكر، مع السلامة. يلا الشركة للخمس سنوات الجاية، واللي تهدف في أساسها كده في مجملها زيادة الإنتاج، تطوير عدد معين من البرامج اللي تهدف في مجملها كده لخدمة المستهلك في المقام الأول. يلا حيطلع يعني خطاب مفصل في الأمور دي. مش من زعطه ممكن تفصيل زيادة في الخطة؟ والله أنا آسف جدا، زمني بصراحة كده ويعني فرصة سعيدة. باش من زعطه؟ يوم عفوا تفضل، احنا زملنا كله للصحافه. يا قلبي متشل انسى زعل سيب الهموم يا زين، يا قلبي همت شلل انسى زعل سيب الهموم والفرحه بينا عشان تدوم شمس الامل تمحي الغيوم.
الليل وعبد